أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، وأول حلقة من حلقات الموسم الجديد من برنامجكم لمسة ولعبة. أعزائي المشاهدين، زي ما عودنا حضراتكم إننا برنامج لمسة ولعبة متخصصين في كل ما يخص الناشئين في مصر، والحمد لله نجحنا في برنامج لمسة ولعبة في بناء قطاع ناشئين قوي ومحترم بأقل الإمكانيات، واستطعنا أن نشارك في الدوري المصري لكرة القدم باسم نادي اتحاد عرب غنيم، والحمد لله نجحنا في تسويق مجموعة كبيرة من اللاعبين من داخل القطاع الخاص ببرنامج لمسة ولعبة إلى الأندية المصرية. ونحن في أسرة برنامج لمسة ولعبة لن ندخر جهدا في المساعدة ومساهمة أي لاعب كرة قدم في تحقيق حلمه وهدفه، وهذا عهدا قطعناه على أنفسنا منذ سنتين على الأقل أننا لن ندخر جهدا في أن نقف بجوار أي لاعب، والحمد لله قمنا بتسويق مجموعة كبيرة من اللاعبين الموجودين في قطاع ناشئين لمسة ولعبة، وسوف نعرض على حضراتكم في الحلقات القادمة نماذج من هذه النماذج. أعزائي المشاهدين، ضيفنا النهاردة في حلقة برنامج لمسة ولعبة هم اثنين من النماذج المشرفة أيضا، ولكن اثنين من اللاعبين الناشئين في نادي زد، لكن كانت ليهم بداية مختلفة قبل أن يصلوا إلى نادي زد. اللاعب سيف عماد عبدين، اهلا وسهلا بك يا سيف. ازي حضرتك يا عم؟ لاعب نادي الجونه السابق ونادي زد الحالي، مواليد 2005، نورتنا النهارده يا سيف. ربنا يخليك بنورك. ومعانا طبعا اللاعب عمر هشام، لاعب نادي زد ايضا مواليد 2005، ولكن كانت له تجربه قبل ذلك في النادي الاهلي ونادي انبي، ثم راس به المطاف الى نادي زد. اهلا وسهلا بك يا عمر. اهلا وسهلا بك، شرفتونا ونورتونا النهارده في حلقه النهارده من برنامجنا لمسه ولعبه. في البدايه سيف، كنت عايز اتعرف عن بدايتك في كره القدم. انا ابتديت في نادي الجونه سنتين، والحمد لله ربنا كرمني ولعبت دوري معاهم وبقيت هداف الفرقه وكده، بس حصل مشكله السنه اللي فاتت في نادي الجونه ولغوا 2005 وكده، فروحت عملت تيست مع نادي زد، الحمد لله قعدت معاهم اسبوع وطلبوا الورق وكده، والحمد لله مكمل معاهم. الحمد لله ماشي في الدوري. السنه دي جايب كام هدف مع خمس جوال؟ خمس جوال. انت هداف الفريق؟ عمر وانا بعديه. انا على حد علمي ان انتوا متصدرين الدوري في دوري منطقه الجيزه في نادي زد. صعدنا المركز الاول صح؟ طيب وانت يا عمر بدايتك بقى في الكوره كانت ازاي؟ انا بدات وانا عندي 6 سنين، كنت بلعب في نادي انبي ولعبت 6 سنين في انبي، وبعد كده رحت الاهلي لعبت 3 سنين، ولما مشيت رحت زد عملت معاهم فتره اعداد، وربنا كرمني الحمد لله وبقيت انضميت ليهم وبقيت لاعب كويس الحمد لله. مين اول مدرب اتمرنت على قد ايه، سواء كان في نادي زد او في الاهلي او في انبي؟ اول مدرب اتمرنت على قد ايه كابتن جمال السيد. كابتن جمال السيد شيكو. والكابتن شيكو. طيب وانت يا سيف اول مدرب اتعلمت منه؟ احنا مش هنتكلم دلوقتي في موضوع والدك الكابتن عماد عبدين. تمام. لا انا بتكلم دلوقتي عن سيف عماد عبدين، اول مدرب اتمرنت على قد ايه؟ كابتن اسلام عادل وكابتن معتز عبد الحميد. طيب عايز منك اغرب موقف انت تعرضت له في كره القدم وانت بتلعب كوره، طبعا انت لسه سنك صغير 2005 15 سنه. تمام. بس عايزك تحكي التجربه لان مفيش حد بيوصل بسهوله. صح. فانا عايزك تقول اصعب موقف اتعرضت له وانت بتلعب كرة. كنت في نادي الجونه، كان عندنا ماتش صعب جدا، وابويا كان مسافر الحقيقه وجالي، فالحمد لله ربنا كرمني في الماتش ده وجبت جولين الحمد لله وكسبنا يعني، بس كانت فرحتي بقى ان بابايا جه وكده، بس كانت الاعصاب طبعا متوتره جدا الماتش ده. الحمد لله ربنا كرمنا ساعتها، بس ما كنتش مصدق انا لان كانت فرقه جامده ساعتها، كان نادي النصر بينافسنا. طبعا ربنا يوفقك يا سيف. طيب وانت يا عمر اغرب موقف برضو اصعب موقف مر عليك وانت بتلعب كوره، يعني موقف ما تنساهوش طول عمرك؟ لما مشيت من انبي. لما مشيت من انبي؟ كانت صدمه ليا لما مشيت من انبي. انت مشيت ليه بقى من انبي؟ والله ما اعرفش. هل هم مثلا هناك تقريبا هم مشاركين بفرقه ال 2005، حتى بيلعبوا في دوري منطقه القاهره بفرقه ال 2005، هل تغيير المديرين الفنيين وتغيير الاجهزه الفنيه اثر ان انت المدرب ما شافكش بوجهه نظره، ما شافكش في الملعب اكتر عشان كده استغنى عنك، ولا كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ والله العلم عند الله وعندهم، ما اعرفش. ربنا يوفقك يا عمر، وان شاء الله باذن الله مش ترجع انبي بس، لا ده انت ترجع الاهلي وتحترف بره، على حد علمي كمان ان انتوا من العناصر الموهوبه جدا والمميزه جدا في نادي زد، واللي سمعت كلام ان في فتره قريبه جدا ممكن تكونوا موجودين بره مصر، وتكونوا ان شاء الله باذن الله من النماذج المشرفه إن شاء الله لينا بره مصر زي محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه والناس دي. طيب يا سيف، كنت عايزك تحكي لي عن
دعم والدك بقى الكابتن عماد عبد الدين ومساندته ليك ومساعدته ليك؟ يعني بابا على طول في ظهري والله وما بيسيبنيش ابدا طبعا. يعني هو قابلت عقوبات كتيره في نادي الجونه بس يعني بدون ذكرها طبعا عشان عادي بقى الحمد لله. وقف بصراحه معايا فيها وكان بيعلمني ان ما استسلمش وكده فعلا يعني ربنا يخليه لي. ربنا يبارك لك فيه يا رب. طيب يا عمر كنت عايزك تكلمني عن يعني مثلا انت انضميت لنادي زد، طبيعه التدريبات في نادي زد، هل في مثلا موفر لكم سكن في نادي زد ولا انت مثلا من القاهره والدنيا متوفره معاك؟ هم موفر لنا سكن، انا من الزقازيق اصلا بس قاعد دلوقتي في القاهره. وهم موفر لنا سكن وموفر لنا كل حاجه، هم تعبانين معانا وكده الكابتن تامر حفني والكابتن عمر والكابتن عادل. لا ده انا لسه جاي لك بقى في موضوع الكابتن تامر حفني انت وسيف ونتكلم بقى ونشوف الدنيا بقى الكابتن تامر ماشي معاكم ازاي، التدريبات الدعم طبعا والمسانده والكلام ده كله من الكابتن تامر. كابتن تامر اب روحي لينا طبعا والله. في البدايه هو الكابتن تامر كان موجود معانا في الحلقه النهارده لكن اعتذر لظروف صحيه خارجه عن ارادته، ونتمنى له الف سلامه، ربنا يا رب يشفيه ويتم شفاعه على خير يا رب. واللي بقى سيف الكابتن تامر بقى والدعم والمسانده ليكم في الفرقه وطبيعه التدريبات وطبيعه الدنيا ماشيه عندكم ازاي؟ كابتن تامر والله يعني على طول واقف في ظهرنا حقيقي يعني هو كابتن عمر طبعا بقيه الجهاز يعني بصراحه يعني من احسن الناس اللي اتمرنت معاها في حياتي، وطبعا يعني هو يعني ليه دور كبير في اللي احنا فيه الحمد لله وخدنا اول وكده يعني بصراحه تعبوا معانا جدا، ربنا يعني يكرمهم ان شاء الله ويكرمنا في اللي جاي كلنا ان شاء الله. طيب عمر كنت عايزك تكلمني عن اغلب المشاكل اللي بتواجهك بصفتك بقى لاعب ناشئ ولسه صغير في السن، فاكيد طبعا في مشاكل بتواجهك، ايه هي المشاكل اللي بتواجهك؟ والله في مشاكل كتير واجهتني بس انا كنت قدها الحمد لله. يعني احنا على فكره احنا بقول لك اتكلم عن المشاكل بتاعتك مش بنقول لك ده لحاجه غير ان احنا نعرف اللعيبه الصغيره في السن اللي زيك ان لا مسيرك هتقابلك مشاكل وهتقابلك صعوبات كتير جدا ان انت توصل لهدفك وحلمك، لكن انت مع اصرارك وتصميمك وارادتك وعزيمتك القويه لا هتوصل وتحقق حلم. عشان كده انا بقول لك تكلمني على اصعب المشاكل اللي بتواجهك انت في الكوره عامه. والله حضرتك انا لما كنت في الاهلي واجهتني مشاكل كتير، الكابتن كان بيفضل يتكلم معايا ويقول لي ان انت من اجمل اللعيبه في مصر وما كانش بيلعبني. والله يعني الحمد لله، بس هو بشهاده ناس كتير قوي اللي هم اول ما شافوني ان انت لعيب كبير، بس هو كان بيجامل بقى وكان في مجاملات، فالحمد لله بقى. الحمد لله يا عمر، ربنا يكرمك يا عمر ان شاء الله. طب وانت يا سيف اصعب بقى المشاكل اللي بتواجهك والصعوبات اللي بتواجهك في ممارسه كره القدم؟ يعني كان في مثلا مش هنروح لبعيد ماتش الحدائق اللي فات ماتش صعود، يعني كان كل الاعصاب متوتره طبعا في النادي كله، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله وجبت جولين والاسيست بتاعي يعني عمر. شكلكم عاملين الانتيم بقى مع بعض في الفرقه وبتظبطوا مع بعض. طيب كنت عايزك بقى تتكلم توجه رساله بقى للاعيبه اللي صغيره في السن، تنصحهم يعني بايه؟ والله يعني انت قريب من سنهم بالزبط. فالنصيحه منك هتوصل برضه. يعني والله فعلا ما فيش حد يستسلم مهما واجهتك صعوبات، يعني كل ده ما فيش حد يستسلم طبعا، لان اللعيب كوره مش بيوصل بالسهل، يعني كلنا عارفين محمد صلاح كان بيواجه صعوبات قد ايه وكده وكل حاجه وما شاء الله وصل ان شاء الله يعني. طيب وانت بقى عايزك بقى توجه رساله بقى ونصيحه للشباب، خصوصا ان انا بقى انت بتيجي من الزقازيق فبتيجي طبعا غربه بالنسبه لك، انت موجود في القاهره غربه بالنسبه لك، شيء مش صعب لما يبقى لاعب عنده 15 سنه بيجي مثلا من الزقازيق ومغترب عن اهله وناسه علشان يحقق هدفه وحلمه. انا عاوز بس اقول لهم طول ما انت عاوز توصل لحاجه لازم تفضل وراها، طبعا لازم تبقى قريب من ربنا دي اول حاجه، طول ما انت قريب من ربنا ربنا هيكرمك ان شاء الله. طيب هرجع لك تاني، لكن معانا مداخله تليفونيه من الكابتن عماد عبد الدين المدرب العام السابق للفريق الاول لنادي الجونه وهو والد سيف. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن عماد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبد الرحيم، السلام عليكم، منورين الدنيا بصراحه بركات. ومليون مبروك على الاطلاله الجميله اللي بجد بتثري الوسط الرياضي كله يعني. حبيبي يا كابتن منور يا كابتن عبد الرحيم، انت والكباتن الجمال عمر وسيف، وبتمنى لهم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. انا لسه كنت بتكلم مع سيف واقول له والدك والكابتن عماد بقى بيدعمك وبيساندك ازاي، اتكلم صراحه وقال كلام حلو جدا، واحنا بنشكرك ان انت بتدعم ابنك عشان يبقى لعيب كوره محترم ولعيب كوره كويس، يعني احنا شفنا له فيديوهات شفنا له حاجات لعيب كوره بستايل اوروبي
هو وعمر وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم في اللي جاي. يا رب يا رب. انا بتمنى طبعا كل التوفيق ليهم. الاولاد بصراحه في نادي زد كابتن تامر عامل حاله حلوه قوي ومجمعين فرقه كويسه جدا. عايز اقول لك ان سيف وعمر مش بس هم الاميز، لا الاولاد في الفرقه كلهم جمال وحاجه تفرح بامان. وسيف اذا كنت انا بدعمه بحاجه واحده بس، بعيد عن الملعب، يعني ازاي يعمل ريكفري كويس، ازاي يبقى تغذيته عامله ازاي، اللي هو اساعد مدربه في ده. مش انا لسه كنت اساله، هل وانت رايح نادي زد كانت الناس في نادي زد عارفين ان انت سيف ابن الكابتن عماد عبدين ولا لا؟ خالص. فقلت خالص لما انت تبقى معانا في مداخله بقى على الهوا نتكلم في النقطه دي وتبقى الدنيا يمكن. خالص والله. على فكره ده لما في نادي الجونه ما كانش حد يعرف برده لما نزل ان هو سيف عماد عبدين، وفي نادي زد نفس الكلام على فكره، هو دخل الاختبارات زي اي حد على فكره. طيب يا سيف انت حابب تقول ايه لوالدك والكابتن عماد عبد؟ ربنا يخليه ليا والله، دايما في ظهري باذن الله، ان شاء الله هوصل يعني باذن الله حبيبي ان شاء الله باذن الله. طيب يا كابتن عماد، انا كنت عايز اتكلم معاك بقى في موضوع الدوري الممتاز والكابتن عماد. اتفضل. وحضرتك برضو كنت ماسك الفريق الاول لنادي الجونه. اتفضل. فين بقى الكابتن عماد دلوقتي من فرق الدوري الممتاز والكلام ده كله؟ والله يا حبيبي يمكن بدات اخد خطوه كده ان شاء الله ان انا ابقى مدير فني ان شاء الله، شكلت جهاز كده باذن الله يعني، وبدات بعض العروض في دوري الدرجه الثانيه ان شاء الله. دعواتك لينا كده. ربنا يوفقك كابتن عماد، انت من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتجتهد في شغلها وبتراعي ربنا وبتراعي ضميرها في شغلها جدا. ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك يا حبيبي، من ذوقك يا كابتن عبد الرحيم والله. حبيبي يا كابتن عماد، مبسوط بتواجدهم معاك ومبسوط برجوعك لتنور الشاشه من ثاني. حبيبي حبيبي يا كابتن عماد. طيب كنا عايزين نتكلم عن اغلب بصفتك بقى، انت دلوقتي بعيد بقى عن تشكيل الاجهزه الفنيه في الفرق، كنت عايز اشوف بقى نظرتك للمشاكل الموجوده في الدوري. خلينا نتكلم في دوري الدرجه الثانيه، لان انت في مفاوضات معاك مع نادي من الدرجه الثانيه، فاكيد طبعا درست دوري الدرجه الثانيه كويس طبعاً. وعرفت طبعاً ايه نقاط القوه ونقاط الضعف اللي موجوده في دوري الدرجه الثانيه. والله يا حبيبي هو يمكن مش عايزين نغفل نقطه مهمه جدا، ان نقطه القوه اللي مسيطره على العصر دلوقتي وعلى الكره عموما هي الجانب المادي. طبعا الماديات يا كابتن عبد الرحيم، النهارده الفريق اللي عنده نفس طويل ماديا قبل اي دعم تاني هو اللي بيكمل بصراحه في المنافسه. فدي من اقوى الحاجات اللي بشوفها دلوقتي، الفرق اللي معاه فلوس فعلا بتقدر تعمل حاجه كويسه، بتجيب اجهزه محترمه، بتقدر تعمل المخطط اللي بيحطوه في اول سيزون بشكل كويس. طيب انت شايف بقى المشاكل دي تتحل ازاي؟ خلينا نتعامل بقى على قد امكانياتنا. في جهاز فني يقول لك او رئيس نادي يقول لك انا عايز اتعامل على قد الامكانيات الموجوده والمتاحه قدام مني حاليا. على فكره هو حصل معايا ان في رئيس نادي، طبعا بدون ذكر اسامي، طبعا الامكانيات كانت قليله على فكره، ونادي جماهيري، واتكلمت في دوري الدرجه الثانيه يعني، واتكلمت مع الناس وتفاوضنا، وما كانش الفلوس هي الاهم والله، بالعكس احنا كنا عايزين نعمل حاجه كويسه للبلد دي، وان احنا نعمل حاجه تخلي الناس فعلا مكان يليق بالمحافظه نفسها. بس للاسف الفلوس بتعوق يا كابتن عبد الرحيم. طبعا يعني انت النهارده لما ما تلاقيش باص يوصل الفرقه ولا مكان تبات فيه، لا الظروف صعبه جدا، ما حدش يقدر يشتغل طبعا حبيبي. لا دي حقيقه في الظروف دي فعلا. طيب قطاع الناشئين في مصر ومشاكل قطاع الناشئين، وان اتحاد الكره اعلن ان مسابقات اتحاد الناشئين من دور واحد بسبب الاجواء اللي بتعيشها، يا رب ربنا يسلم الناس كلها يا رب من ازمه الوباء الموجوده حاليا. هل ده هياثر على مسابقات الناشئين في مصر؟ والله يا كابتن عبد الرحيم هو مش هقدر اقول ما ياثرش، هو اثر طبعا. لكن خد بالك من حاجه، ان النوادي المحترمه كلها بصراحه عامله حاجه، عاملين حاله كويسه، كله حابب يقف جنب البلد، كله حابب ان النشاط يكمل، فكل طبعا الناس بصراحه بتحاول تاخد بالاحتياطات كلها، وبصراحه اولهم نادي زد يعني. انا فانسيف يمكن انا بتابع عاملين ده بشكل بصراحه محترم يعني. فاتمنى ان شاء الله كل النوادي تحذو نفس الخطه دي عشان باذن الله المسابقات تكمل على خير باذن الله يعني. باذن الله كابتن عماد، بشكر حضرتك جدا ونورتنا النهارده في مدخلتك. حبيبي ربنا يخليك وربنا يوفقك، وان شاء الله باذن الله اول ما تمسك مكان جديد هتكون ضيفنا ان شاء الله باذن الله ببرنامج لمسه ولعب. شكرا لحضرتك كابتن عماد. طيب يا سيف، بعد المداخله دي حابب تنصح اللعيبه وزمايلك في الفرقه، بقى زمايلك في الفرقه اللي هم قريبين منك جدا اللي عايشين معاك كل اللحظات، تنصحهم تقول لهم ايه او توجه لهم رساله تقول لهم ايه فيها؟ يعني ان شاء الله نكسب الماتشات الجايه لانها مهمه جدا، بتاعت التصفيات ان شاء الله. ان شاء الله نصعد قطاعات باذن الله، واحنا رجاله وقدها ان شاء الله يعني. باذن الله رجاله وقدها يا سيف. طيب وانت يا عمر، عايزك توجه بقى لزمايلك برضو رساله ونصيحه في نفس الوقت. وان شاء الله عايزين نكسب الماتشات الجايه عشان الفتره الجايه فتره صعبه علينا،
واحنا رجاله وده، وكمان عاوزين نفرح كابتن تامر ان شاء الله باذن الله يا حبيبي، وناخد مركز حلو يعني في القطاعات ان شاء الله. طيب وانت يا سيب بقى نفسك مثلك الاعلى مين بقى، ونفسك تحرف فين؟ لا مثل اعلى بره مصر رونالدو، مفيش حد جوه مصر بصراحه. طيب نفسك تحترف فين؟ الدوري الانجليزي. طب انت شايف امكانياتك تديك الدوري الانجليزي، ولا تبدا مثلا زي محمد صلاح ما بدا في دوري مصري مثلا وتاخدها تدريجيا؟ اخدها تدريجيا. ربنا يوفقك يا سيف. طيب وانت يا عمر نفسك بقى مثلك الاعلى مين؟ في مصر مثلي الاعلى نفسي. ربنا يوفقك يا حبيبي. طيب وبره مصر؟ بره دي بروين. دي بروين. طيب انت شايف نفسك ممكن تكون موجود فين، او ممكن هل تقدر تكرر حلم محمد صلاح تاني وتبقى موجود زي محمد صلاح؟ ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. طيب انت سيف كنت عايزك برضو تكلمنا عن مثلا زمايلك في الفرقه، الظروف اللي بتواجهوها في الفرقه عندكم، وتقدر تعملوا ايه في الفتره الجايه؟ احنا يعني في فتره كده كان كابتن تامر تعبان في اول الدوري، يعني دي فعلا كنا رجاله فيها قوي الحمد لله، لان احنا ثبتنا الكابتن تامر ان يعني باذن الله مفيش اي حاجه هتزعل حضرتك مننا وكده، احنا فرحناه وهو بجد يعني ربنا يبارك له عشان واقف جنبنا في كل حاجه بجد. يعني كابتن تامر اشكره جدا على كل الفتره اللي قدمها معانا، وباذن الله هنكمل وهنصعد ونعمل كل حاجه ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. طيب وانت يا عمر لو حابب برضو تحكي موقف غريب حصل لكم في الفرقه في نادي زد، وقدرتوا بحبكم وتجمعكم حول بعض ان انتوا تعدوا الموقف ده. هو فتره لما كابتن تامر تعب احنا كلنا كنا عاوزين نفرحه باي حاجه عشان نعلي من معنوياته، والحمد لله احنا كنا رجاله وقدها وفرحنا وهو رجع لنا بالسلام ان شاء الله باذن. احنا طبعا كلنا هنا بنشكر الكابتن تامر حفني على المجهود وعلى الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه من اللعيبه ده، وانا عايز سيف يوجه رساله للكابتن تامر. بجد ربنا يخلي لينا والله كابتن بجد، يعني بعتبره زي ابويا التاني بجد، يعني ربنا يبارك له وعامل معانا شغل عالي جدا هو كابتن عمر وبقيه الجهاز بجد، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي. طيب وانت يا عمر توجه رساله للكابتن تامر تقول له ربنا يخلي لينا وربنا يكرمه عشان ما بيأثرش معانا في حاجه، وده بيخلينا لعبه كويسه الحمد لله يعني، وبنعمله اللي هو عاوزه باذن الله يا حبيبي. ربنا يوفقكم في اللي جاي، وباذن الله نشوفكم في مكان افضل من نادي زد ان انتوا تحترفوا بره. ربنا يوفقكم ونورتونا النهارده ببرنامجنا لمسه ولعبه. شكرا ليك يا سيف. ربنا يخليك. شكرا ليك يا عمر، نورتنا يا حبيبي شرفتنا. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل وتقرير عن بطوله برنامج لمسه ولعبه، نرجع لكم بعد الفاصل مع فقره جديده وضيوف جدد، انتظرونا. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من برنامجكم لمسة ولعبة. أعزائي المشاهدين، ضيفنا في الفقرة الثانية هو الكابتن صابر السيد، المدير الفني لأكاديمية الفتى الذهبي. أهلا وسهلا بك كابتن صابر. مرحبا بك كابتن، شرفتنا ونورتنا النهاردة في برنامج لمسة ولعبة. وضيفنا اللاعب علي سعيد. أهلا وسهلا بك يا علي، شرفتنا ونورتنا النهاردة في حلقة لمسة ولعبة. اللاعب محمود خالد النوبي، نورتنا النهاردة محمود في برنامج لمسة ولعبة. الله يخليك يا كابتن. واللاعب عمر احمد محمد، لاعب اكاديميه الفتى الذهبي. اهلا وسهلا بيك يا عمر. ربنا يخليك. شرفتونا النهارده ونورتونا في برنامجكم لمسه ولعبه. كابتن صابر، كنت عايز اتكلم معك في البدايه كده عن هل طريقه التدريب في الاكاديميات تختلف عن طريقه التدريب في الانديه، ولا هو نفس الطريقه او نفس السنة؟ لا كابتن طبعا تختلف كتير جدا كمان، لان شغل الاكاديميات غير شغل الانديه. شغل الاكاديميات انت بتعلم، جالك الولد لا يعلم شيء عن الكوره، فانت بتحاول تدي له مبادئ الاول، وبعد كده بتقوم وتوقفه على رجله. فطبعا يختلف شغل الانديه. الولد بيبقى جاي لك طبعا، بيبقى جاي هو جاي واقف على رجله، فانت بقى بتدي له خططه في الملعب، وبتدي له الشغل بتاعه في الملعب اللي هيمشي عليه. اه طبعا، والاعداد البدني، وبتبدا معاه. شغل الاكاديميات طبعا يختلف غير شغل الاكاديميات خالص. شغل الاكاديميه شغل الاكاديميه قالب بيه كوره. قالب بيه كوره طبعا يا كابتن. انت بتعلمه وهو جاي لك مش فاهم اي حاجه، انت جاي هو جاي لك مش فاهم اي حاجه عن الكوره، فانت بتحاول اللي انت بتديله الاول ايه الاساسيات ان هو بيشتغل عليها. طيب كنت عايزك تكلمنا برضو عن المشاكل اللي بتواجه في اكاديميه الفتى الذهبي، خصوصا ان اكاديميه الفتى الذهبي انت عامله في مركز شباب التلبين، وبرضو طبعا مركز من المراكز البعيده برضو عن محافظه القاهره. فكنت عايزك تكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهك في الاكاديميه. لا والله يا كابتن، يا ما فيش مشاكل ولا حاجه، يا الموضوع كله بس اللي عندنا ان الملاعب، قله الملاعب بس هي مصعبه الدنيا شويه. قله الملاعب عندنا هناك في التبين، يعني في مساكن التبين، قله الملاعب مصعبه الدنيا شويه. في كل حته بتنزل تلاقي ملعب واثنين وثلاثه، عندنا المركز وعندنا ملعب تاني، فهم بس نادي الحدود والصلب طبعا زي ما انت عرفت بعد ما الشركه طبعا وبينه الشركه، فالموضوع بقى في الكوره صعب قوي عندنا يعني. بس لا، الواحد بيتعب مع الولاد طبعا، اي حاجه الواحد بياخد الولاد بينزل بهم اي مكان من غير اي حاجه والله، بدون مقابل. الواحد يعني الاكاديميه دي الواحد مش فاتحها اللي هو استثمار او واخدها سبوبه، لا والله الواحد فاتح الاكاديميه دي للولد، يسالهم هم عمر وعلي وكلهم، واحد يعني للولد نفسه. احنا هنيجي لعلي دلوقتي هنتكلم. طب علي، كنت عايزك تعرفنا بنفسك وتعرف الجمهور بيك. اسمي علي سعيد حنفي، مواليد 2007، لاعب اكاديميه الفتى الذهبي. طيب وانت محمود برضو كنت عايزك تعرف. اسمي محمود خالد كمال النوبي، لعيب الفتى الذهبي 2006. طيب وانت برضو يا عمر. اسمي عمر احمد محمد مرسي، لاعب اكاديميه الفتى الذهبي، مواليد 2008. طيب يعني كنت عايز اتكلم معاك بقى عن الاكاديميه واكاديميه الفتى الذهبي وطريقه التدريب عندكم في الاكاديميه، والكباتن عاملين ايه معاكم في التدريب؟ والله الكباتن بيتعبوا معانا جدا، واتمنى لنا التوفيق طبعا، وطول ما هم في ظهرنا طبعا احنا هنوصل، وربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله. طيب وانت يا محمود، انت اسمراني، انت من النوبه صح؟ لا من الاقصر. من الاقصر. طيب هل انت بقى مقيم هنا في القاهره، ولا بتسافر بقى الصعيد؟ بسافر الاقصر كل سنه كده. طيب هل هنا التدريب في اكاديميه الفتى الذهبي يختلف عن اكاديميات ثانيه انت اتمرنت فيها ولعبت فيها؟ طبعا جدا، عشان كابتن صابر وكابتن محمود ابو الذهب وكابتن عبود وكابتن محمد سمير يدربوني حلو قوي ومتملين الخير، عاوزين يودينا كل انديه العالم والله. ربنا يوفقك يا محمود. طيب وانت يا عمر، طبيعه التدريب بقى في الاكاديميه والمدربين والتعب اللي بيتعبوا معاكم في الاكاديميه؟ بصراحه كابتن صابر عمل معانا اداء جيد، وكابتن محمد سمير وكابتن محمود ابو الدهب كابتن عبود، وبيتمنوا لنا الخير يعني ان شاء الله. طيب كابتن صابر، ارجع لك تاني، كنت عايز اتكلم معاك بقى عن اسم الفتى الذهبي، خصوصا انا عارف ان الاسم ده السعوديه متواجد طبعا، كنت عايزك تحكي لنا بقى قصه الاسم. الاول كنت بادئ باكاديميه الموهوبين، فطبعا ليا اخ عزيز ربنا يا رب يجيبه بالسلامه، كابتن محمود ابو الدهب في السعوديه، هو هناك ماسك المشرف الرياضي على اكاديميه الفتى الذهبي، فاقترح على الموضوع، رجعت له قلت له كابتن محمود اقترح على الموضوع، خد الموافقه طبعا في السعوديه، خد الموافقه منهم واقترح على الموضوع، قلت له نسمي اكاديميه الفتى الذهبي، قال لي تمام، والحمد لله خدنا الاسم، وبقالنا دي ثالث موسم مع الاولاد عندنا باسم اكاديميه الفتى الذهبي وكده. ربنا يوفقك. ربنا يخليك حبيبي. طيب كنت برضه عايز اتكلم معاك عن بطوله برنامج لمسه ولعبه، خصوصا انتم من الفرق اللي بتشارك في كل نسخه من نسخه المسابقه بتاعتنا، رايك بقى في المسابقه والاجواء والدنيا. والله يا كابتن، هي المسابقه حاجه كويسه جدا في حلوان، يعني ما فيش حاجه، ما حدش في حلوان عامل المسابقه دي
والله مش عشان معاك على الهواء او قدام التلفزيون او اي حاجه، لا طبعا انا بكلمك ان المسابقه دي اتعملت، انت عملتها تدخل الولاد في امتحانات في ماتشات، في بتعود الولد على الماتشات الرسميه، لا ما تعرفش الولد قبل ما يروحوا على الجروب يا كابتن صابر ان الماتش بكره امتى، كابتن صابر الماتش السبت امتى، ما تعرفش انت الاجواء دي انت خليت جوه الولاد اصلا، خليت فيهم يعني نقطه الروح ان هو الولد عايز يلعب الماتش عشان يكسب، طبعا عدم توفيق يخسر، بس خليت يعني الحمد لله ان البطوله دي اتعملت. طبعا احنا السنه اللي فاتت واخدين ثالث، ان شاء الله السنه دي انا بقولها لك اهو احنا هناخد اول يعني، وان شاء الله يعني التوفيق لكل الناس باذن الله حبيبي، باذن الله حبيبي باذن الله كابتن. طيب علي، كنت عايزك برضه تتكلم عن الماتشات بقى والماتشات الوديه اللي انتوا بتلعبوها والمباريات الرسميه، سواء كان في دوري بطوله برنامج لمسه ولعبه او في البطولات الثانيه، عايزك بقى تكلمني عن اصعب موقف انت تعرضت له بقى وانت بتلعب في الماتشات، وكان ماتش صعب كده. والله هو بطولة كويسة جدا، واحنا الحمد لله يعني اول ماتش كسبنا 2-1، وبرده شاركنا السنة اللي فاتت في البطولة وخدنا مركز ثالث على حلوان كلها، وطبعا ده شرف لينا، ده احنا كنا وسط اكاديميات كتير. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. طب وانت يا محمود بقى اصعب موقف بقى تعرضت له وانت بتلعب كرة عموما، بغض النظر عن بطولة لمسة ولعبة او اي بطولة تانية؟ الحمد لله يعني البطولة كانت حلوة وكسبنا اول ماتش الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله نطلع مركز اول الحمد لله ان شاء الله بالتوفيق. عايزك بقى تقول لي على موقف صعب، موقف صعب تعرضت له وانت بتلعب كوره. انا بلعب كوره سهله كده، الف في دماغك كده هتلاقي موقف صعب كده تعرضت له في الموقف، كان في شد بقى في الفرقه مهزومين او متعادلين وحصل بقى شد وانتوا لقينا عشان تفوزوا؟ لما كنا متعادلين ساعه الماتش اللي احنا الاول ماتش لعبناه في الدوري لما كنا تعادل، لما الفريق الثاني جاب جول لما بقيت تعادل بقى 1-1 في اخر الماتش بقى كنا زعلانين قوي يعني، كنا عاوزين نكسب يعني. ربنا يوفقك يا محمود، ربنا يوفقك يا حبيبي. طب وانت يا عمر برضو عايزك تحكي لي عن موقف غريب حصل معاك وانت بتلعب كوره وانت لسه صغير. والله اول ماتش في الدوري من بطوله لمسه ولعبه كنا الحمد لله تقدمنا في اول الماتش 2-0، ولما الجون جه فينا بقى كنا متوترين، كنا قلنا يا رب احنا نكسب نكون اول ماتش شرف لينا، فالحمد لله على كل شيء. ربنا يوفقكم ان شاء الله يا عمر. طيب كابتن صابر برضو كنت عايز اتكلم معاك عن الاكاديميه واولياء الامور ومساعده اولياء الامور ليك في الاكاديميه ومساعدتهم وسميتهم معاك في الاكاديميه. لا والله يا كابتن، اولياء الامور عندي بص موفرين لي كل حاجه والله، يعني كل حاجه موفرين لي، اي حاجه اي ماتش طالعين ماتش بره، انت عارف شغل الاكاديميات تختلف عن كده، بسالك عن اولياء الامور طبعا. لا الاكاديميات تختلف جدا عن الأندية. لا بص موفرين لي كل شيء والله، اولياء الامور عندنا في الاكاديميه موفرين لي كل شيء، في ماتش يا كابتن صابر لا الولاد معاك، عشان طبعا يا كابتن هم عارفين قد ايه ان الواحد بيتعب معاهم، يعني هم لو شايفين واحد مقصر مع الولاد فطبعا لا كان وده مكان تاني. الحمد لله الحمد لله، يعني اكاديميتي رقم واحد في التبين، مش هقول لك في حلوان بس الحمد لله، يعني اللي جاي افضل باذن الله. لسه كنت اسالك عن طبيعه المنافسات بقى بينك وبين الاكاديميات الموجوده في التبين، هل ده بيعمل حساسيه بينك وبين؟ لا والله لا والله، ولا الامور بتمشي في جو من الروح الرياضيه؟ لا والله ده احنا بنتعلم منهم طبعا، في مركز شباب التبين طبعا كابتن كريم لاعب نادي الزمالك طبعا، ده اخونا الكبير كابتن زياد سعيد اخويا وعشره عمري، الكابتن حلم سعيد والكابتن احمد عاشر طبعا هم هناك في المركز. لا والله احنا اخوات يعني، بره اي الاكاديميات وبره الكوره احنا اخوات والله، هم في مكان وانا في مكان، احنا اخوات والله بره عن اي حاجه. والكابتن محمود ابو الضاب طبعا ده الكابتن بتاعنا كلنا ربنا يجيبه بالسلامه، معودنا كده ومعلمنا كده، معلمنا ان احنا بره الكوره احنا اخوات، في الكوره انت عارف شده الملعب، التنافس والملعب كده الملعب لازم يبقى فيه منافسه. ايوه بس. طيب علي كنت عايز اتكلم معاك الدراسه بقى والكوره، وهل والدك بيسألك بقى عن الدراسة وتركيزك في الدراسة، ولا يقول لك الكورة والمستقبل؟ لا والدي طبعا تعب معايا جدا في الكورة والتعليم، ربنا يخلي لي رب يعني، تعب معايا جدا، ووالدتي برضه ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل وتقرير من بطولة برنامج لمسة ولعبة، نرجع ليكم تاني انتظرونا. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل من الفقرة الثانية من برنامجكم لمسة ولعبة. طبعا هرجع ليك يا محمود، كنت عايزك تكلمني عن الدراسة وأجواء الدراسة وكرة القدم. هل كرة القدم بتأثر عليك في الدراسة ولا لا؟ بتأثرش عليك؟ طيب والدك بيتكلم معك بيقول لك ايه على الدراسة والكورة؟ والدتك بتكلم معك تقول لك ايه على الدراسة والكورة؟ بتحاول تنظم وقتك بين الاثنين ازاي؟ بتقول لي يعني ذاكر واهتم بتعليمك وسيب شوية مواعيد الكورة، وبتقول لي خلي تعليمك أهم من الكورة شوية عشان لما تطلع لعيب كورة يبقى لعيب متعلم. مظبوط، كلام محترم جدا. طبعا احنا بنحييها وبنشجعها على الكلام ده، لأن الرياضة النهاردة هي جزء تنشيط الجسم الإنسان والعقل، فبيقدر يستوعب أكتر يعني. طيب وانت يا عمر، الدراسة والكورة وبتحاول تنظم وقتك ازاي بين الاثنين؟ بصراحة ماما وبابا تعبوا معايا عشان يوصلوني الأكاديمية، والحمد لله دي أول خطوة. يعني بيقولوا لي إيه، لازم تكون متعلم، اللي لما تطلع لاعب كرة كل لاعب كرة متعلم، زي كابتن كده حسام غالي لاعب كرة وصيدلي، فربنا يخليهم لنا إن شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب. هرجع لك انت برضه يا كابتن صابر بالسؤال، هل كرة القدم والرياضة والأجواء بتاعت المدارس هل بيأثر عليك في الأكاديمية بطبيعة التدريب، ولا بتبقى الطبيعة مختلفة؟ لا مفيش تأثير، أو التأثير بيبقى جزئي؟ لا طبعا هو بيأثر، بس طبعا أي ولي أمر بيتمنى لابنه طبعا الأفضل، فطبعا زي على لسان كل ولي أمر بقى لازم أهم حاجة طبعا الصلاة أول حاجة كابتن. الموضوع الصلاة ده أهم حاجة، لازم الإنسان يكون مع ربنا. بعد كده طبعا مذاكرتك ودروسك، وتخلص وتيجي على تمرينك. لو عملت كل ده هتلاقي كل حاجة متوفرة في البيت. يعني لو بدأت بدول أول جزئين أو موضوع الصلاة، هتبدأ بالصلاة وهتبدأ بتعليمك، هتلاقي الرياضة متوفرة. أنت الولد لو وفر دول هتلاقي الرياضة متوفرة ويخليك تروح تمرينك وكده. أما لو بيبقى واقع هنا وعايز يجي هنا، فالطبيعي ولي الأمر هيكون مخنوق. لازم أهو أنا كولي أمر لازم ألاقي وسيلة أحفز بيها ابني. هل كرة القدم النهاردة هي أحلى وسيلة أحفز بيها ابنه؟ طبعاً طبعاً الرياضة يا كابتن، طبعاً الرياضة كمان في المنطقة الشعبية عندنا في التبين، زي ما أنت فاهم أي منطقة شعبية يعني فاهم، يعني لازم الرياضة، لازم الرياضة في حياة البني آدم، لازم الرياضة في حياة الولد. حتى في برا عن أي ربنا يكرمه ويروح نادي ولا أي حاجة، هو رياضي، هو حابب الكورة، هو مع تعليمه مع مذاكرته مع الصلاة بيبقى إنسان متكامل طبعا. طيب في أولى أمور بتقول لك لا طالما ابتدت الدراسة يبقى ابني في الدراسة فقط لا غير؟ في العدد عندي بيبقى موجود في الأجازة كتير جدا، طبعا في المدارس العدد بيقل يعني كتير جدا برضو، فده حقهم. طب انت تنصحهم بقى، يعني عايزك توجه لهم نصيحه، لان احنا كلنا عارفين ان الرياضه هي الاساس. يعني انا ابني لما يبقى متعلم ورياضي ده شيء هيفيده جدا، هيمنعه عن حاجات كتير جدا، من صحاب سيئين في المدرسه، من حاجات كتيره جدا، من ادمان، من مخدرات، من تطرف، من الحاجات دي كلها. طبعاً طبعاً لما 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 الابن يلاقي نفسه موجود في منظومه محترمه مع وسط مدربين محترمين الناس بتحبه، وفي نفس الوقت بيقدر يوفق بين مذاكرته، فانت تنصحهم؟ هم قدامك هم وقاعدين. والله يا كابتن عبد الرحيم الواحد بيعمل اللي عليه مع الولاد. اهم حاجه بقولها لهم موضوع الصلاه، لازم تبقى قريب من ربنا رقم واحد في حياتك، نجاح لكل حاجه الصلاه. بعد كده تعليمك، بعد كده بص لتمرينك واكاديميتك، وربنا وحده اللي يعلم الواحد تعبان مع الولاد دول قد ايه عشان يوصلهم لحلمهم اللي هم عايزين يوصلوا له. طيب وانت يا عمر بقى حلمك وهدفك بقى، انت بتتمرن وشاغل نفسك بالتمرين ومذاكره وبحامل على نفسك ضغوط وعلى اسرتك ضغوط، حلمك بقى وهدفك توصل لفين او تعمل ايه في المستقبل؟ حلمي طبعا ان انا العب في نادي كبير، واتمنى كل التوفيق. وكابتن صابر طبعا تعب معانا جدا، وطول ما هو في ظهرنا احنا هنوصل ان شاء الله، نلعب في نادي حلو ان شاء الله. طيب وانت برضه يا محمود هدفك وحلمك ان انت تبقى موجود فين بعد كده في المستقبل؟ نفسي اطلع لعيب كوره زي كابتن محمد سمير بيلعب في تايلاند، نفسي اطلع زي والله، بس لو رب كرم هطلع ان شاء الله باذن الله. حبيبي ربنا يكرمك ويوفقك. طيب وانت يا عمر هدفك بقى من التدريب وبتضغط نفسك بقى من التدريب ما بين مذاكره وتحاول توفق بين الاثنين، هدفك وحلمك من ورده كله؟ انا بصراحه السنه الجايه كابتن صابر تعب معانا ربنا يخليه، السنه الجايه بقى اكون في نادي حلو كويس، بس اهم حاجه برضو التعليم والصلاه دول اهم حاجه يعني. الله يوصلون كده. طيب طريقه التسويق في الاكاديميه بتعمل ازاي؟ طريقه التسويق عندك في الاكاديميه بينك ما بين، يعني لازم انا ابني يتمرن مثلا عندك في الاكاديميه لمده 6 شهور تمام سنه تمام، عايز اشوفه في نادي، عايز يبدا طريقه، لان احنا واخدين مرحله ا ب كوره هي الاكاديميه طبعا تمام، بعد كده لازم يخش على الباقي ان هو يكمل
تمام. يبقى موجود في نادي طبعا في احتكاك. انت راجل مدرب وفاهم طبعا كوره وماسك نادي عرب غنيم نادي محترم وكده، فانت فاهم طبعا لازم الولد يبقى متكامل طبعا عشان طبعاً. تنزله حته طبعاً. كويسه طبعاً. فطبعا انا بقيس الولد عندي في الاكاديميه، الولد جالي طبعا زي ما جالي عنده ما عندوش طبعا، انت بتوقفه على رجلك وبتتعب معاه وتوقفه، لقيته كويس بتوديه وفي الاخر بيرجع للنصيب يا كابتن طبعا. بيرجع للنصيب في الاستثمار، انت عارف طبعا يا كابتن عبد الرحيم الاستثمار كتير، فانت بترجع لولي الامر، ترجع لولي الامر. والله الموضوع معانا دلوقتي في نادي استثماري ومحتاج من الولد كذا، هيروح لا يا كابتن صبر شوف بتنزله احد يعني علي السنه دي. انا لا كنت اتكلم معاك معاه كويس ان انت فتحت نقطه الاستثمار. اتفضل يا كابتن. رايك في الاستثمار اللي داير في مصر حاليا، او الاجواء كلها حاليا بقت في مصر 90% الا ما رحم ربي بقت استثمار؟ لا يا كابتن، الكوره بقت يعني الكوره بقت بص الواحد مش عشان على الهوا، الكوره بقت خرا بسبب الاستثمار. لا الاستثمار ده مش رقم واحد. خد الموهوب، خد لعيب الكوره ووقفه على رجله وديه حته كويسه واستثمر من وراه. بس انا بعتذر عن اللفظ اللي طولته، لكن حبيبي حبيبي. هو فعلا الكره صعبه حاليا في مصر، الكره صعبه والله لكن كابتن. بس لكن هو على قد الامكانيات. موضوع الاستثمار بوظ يا كابتن، بوظ يا كابتن. موضوع الاستثمار بوظ الكره في مصر خالص. طب هل كل الاستثمار سيء؟ مفيش استثمار لا كويس؟ لا في استثمار كويس يا كابتن، ما انا قلت لك اهو، استثمر من الولد، وقف الولد على رجله وديه مكان كويس. وانت اما توقف الولد على رجله وتوديه مكان كويس ويطلع لك من ورا من ورا الولد حاجة كويسة، فانت ما ده استثمار برضو طبعا. استثمر من الولد، ما تستثمرش في الولد الكويس، مضيه الولد الكويس اللي مش محتاج اللي هو يدفع فلوس. طب هل الاستثمار خلى الموهبة قلت ولا الموهبة بقت مدفونة الايام دي؟ لا الموهبة كابتن الدفني دلوقتي، مع احترام لأي حد في مصر في كرة القدم دلوقتي كله بص للاستثمار. في صابر موهوب ولعيب جامد قوي، لا هيبص لعمر عشان عمر اهله هيدفعوا له وهيتأيد. صابر موهوب وما عندوش امكانيات الماده، فطبعا صابر مش هيروح، عمر اللي هيروح عشان هيدفع. هي دي الكوره في مصر يا كابتن، هي دي الكوره في مصر. الموهوبين دلوقتي في مصر مدفونين والله. بص انا اختلف معاك في النقطه دي. لا المفروض بقى اشلي اعرف النقطه، بس انا اختلف معاك في النقطه دي. في استثمار جاي تمام يا كابتن، مش هنقول لكل الاستثمار سيء، لا في استثمار جاي تمام. النهارده اللاعب اللي عنده موهبه بيقدر يثبت نفسه في اي مكان هو موجود. تمام يا كابتن تمام. بيقدر ان هو يخلي المدرب ما انا بدات بالنقطه دي، هو اللي يدور عليه حتى اذا كان الفرقه عندي استثمار تمام. لا انا عندي امكانيه ان انا اخلي المدرب ماشي، ما هو انا الامكانيات على القد تمام، فلازم كلاعب يساعد. لكن هي بتعتمد، انا ما بقولكش كل الاستثمار كويس تمام يا كابتن، موضوع ان اللاعب يدفع 10000 و15000 ده كتير يا كابتن، كتير بقى في الكوره كتير قوي يا كابتن. انا عارف ان يعني ممتاز كتير وبقى في انديه كتير، ده في ذكر اسماء برضه، المقاولين العرب والمقاولين العرب، انا مش عايزين مش هنذكر حاجه. انديه مصر كلها يا كابتن بقت كلها بتعتمد دلوقتي على الاستثمار، والاستثمار ومبالغ يعني مبالغ كتيره قوي، مبالغ كتيره قوي، والموهوب هو اللي بيدفن. وفي مدربين كويسين وبيراعوا ربنا وبياخدوا الولد موهوب وبيوقفوا على رجلهم وبيخلوا لعيب جامد، وربنا يكرمك ربنا يكرمك ان شاء الله. طيب يا علي كنت عايز اكلمك برضو، هل انت حابب تبقى موجود في نادي بعد كده وتبدا من الدرجه الرابعه وتكمل بقى تطلع بعد كده درجه ثالثه بعد كده درجه ثانيه لحد ما ربنا يكرمك وتلعب في درجه اولى، ولا عايز مثلا من الاكاديميه بقى تطلع نادي كبير مره واحده؟ لا طبعا ان شاء الله، يعني الكره بتبقى خطوات من الخطوه الرابعه للثانيه الثالثه الاولى، يعني برضو لازم اتعب عشان اوصل، والصلاه طبعا اول حاجه، وحق ثاني حاجه الالتزام في الملعب. طيب يا محمود كنت عايز اكلمك عن اكتر النصايح بقى اللي بينصحوا لك المدربين في الاكاديميه، اكتر نصايح بينصحوا لك ايه؟ بيعلموني اللي انا اول حاجه قبل ما اجي التمرين صلي الاول، اتوضى وصلي، وبعد كده تعالى التمرين، وبعد كده بشكر الكباتن كلهم عشان بيخلونا اصلي. دلوقتي الشيخ بقى هيكرمني بشهاده ان شاء الله، يعني هتكرم بكره ان شاء الله. تتكرم في ايه بقى؟ في القران. قران يعني انت حافظ قد ايه من القران؟ حافظ جزئين. جزئين؟ طب صوتك حلو ولا لا؟ ليه يا عم صوت القران اساسا بيجمل اي صوت. طيب وانت يا عمر طبيعه التدريبات في الاكاديميه، النصايح اللي بينصحها لكم المدربين سواء كابتن صابر كابتن محمد في الاكاديميه، اغلب النصايح بتبقى فين؟ اول واحد بصراحه كابتن صابر، اول حاجه الصلاه، الالتزام في الملعب. بصراحه لما بيكون في تمرين بيعدي علينا المغرب بيخلينا احنا نجري الجري العادي كده حوالين الملعب، وهو ياخد بقى اللي متوضي يصلي بيه، والحمد لله الحمد لله. طيب هرجع لك تاني يا كابتن صابر عن الضغط بقى بتاع الاولاد في الاكاديميه، العدد،
هل انت شغال لوحدك في الاكاديميه ولا معك حد من المدربين؟ لا معايا طبعا الكابتن محمد سمير ابن الكابتن سمير عبد الخالق طبعا غنى عن التعريف طبعا نجم الحديد والصلب ونجم الترسانه ومحمد سمير شغال معايا والله بيتعب بص يعني هو بيوفر بيلعب موفر بين النادي بيلعب طبعا في نادي الصف ربنا يوفقه السنه دي في القسم الثالث معايا الكابتن احمد مصطفى الشارب عبود ده طبعا ده اخويا الصغير طبعا مدرب كويس والله موفر كل حاجه للولاد كان معاه طبعا ربنا يجيبه بالسلامه كابتن محمود ابو الدهب بس هو في الفرع الاولاني في السعوديه فموفرين كل حاجه للولاد والله تمام. طيب هل الدنيا بتدبركم ازاي؟ هل بتتفقوا مثلا على نظام تدريب معين؟ طبعا ماشيين على برنامج الاكاديميه طبعا يا كابتن ماشيين على برنامج كابتن برنامج زي ما قلت كنت انا في نفس البرنامج ده السنه اللي فاتت والكابتن محمود ابو الدهب كان معايا طبعا ماشيين على برنامج يا كابتن متواصل معاه من السعوديه بيبعت لي البرنامج ماشي عليه انا حبيت اسالك السؤال ده بالذات عشان توضح للساده المشاهدين لا ماشيين على برنامج يا كابتن مش اكاديميه وخلاص مش اكاديميه خلاص لا يا كابتن مش لازم خلاص لا لا يا كابتن لا مش كورتين وينزل لا ده انت جاي محضر قبلها بيوم ربنا وحده اللي يعلم الواحد بيبقى قبلها بيوم جاي محضر يشتغل مع الولاد ايه وهيعمل مع الولاد ايه مش كوره خلاص يا كابتن ما هي انت والولد جاي لك اكاديميه ليه عشان ايه عشان يتعلم عشان يبقى لعيب كوره عشان هو جاي لك في اللي جاي على قده في اللي جاي كويس في اللي جاي محتاج حاجات بيجي لك كل ده يا كابتن في اللي جاي لك الكوره مش عنده خالص فانت لازم تحضر له يا كابتن شوف دوت هو ايه 60% 50% 40% 30% فانت بتشتغل معاه لحد ما توصله لل 70% على حاجه مش هقول لك 100% ما بقاش راجل لا بتوصله ال 70% لحد ما ربنا يكرمه ويروح النادي اللي ربنا يكرمه بيه طبعا بيوصل الليفنج بتاعه 100% 90% مع المدرب طبعا زي ما قلت لك في بدايه حلقتنا ان الاختلاف اكاديميات غير ايه الانديه الاكاديميات غير الانديه طبعا في الانديه موفر كل حاجه طبعا زي ما انت عارف يا كابتن عبد الرحيم كل حاجه متوفره لك فبتروح بتستفاد اكتر من الاكاديميه الأكاديمية الشغل فيه غيرك فيه فأنت بتشتغل مع كله مش هتاخد ولد تشتغل معه برايفت يعني هل طبيعة التدريب على الملعب الخماسي بيختلف وبيفرق عن التدريب على الملعب الحداشر؟ طبعا يا كابتن طبعا الوقفة يا كابتن تفرق الوقفة طبعا على الملعب الحداشر وغير الملعب الخماسي تفرق يا كابتن طبعا طبعا الملعب الحداشر يا كابتن ده حفظ يا كابتن انت بتحفظ مكانك انت بتحفظ طالما حفظت مكانك كابتن بتبقى لعيب جامد طبعا. طيب هرجع لك كده يا عمر كنت عايزك تقول لي مثلك الاعلامي داخل مصر حسام اشرف و حسام اشرف حسام اشرف لاعب نادي الزمالك مواليد 99 حسام اشرف لاعب جامد قوي طبعا في الزمالك كان بيتصعد و... طيب أشرف. وانت هون مثلك الاعلامي ايفونا ايفونا ملك ايفونا طيب وانت يا عمر طبعا كابتن علي فتحي دلوقتي بيلعب في الانتاج الحربي وربنا يوفقه يا رب ربنا يوفقه يا رب طيب عايز منك رساله اخيره يا كابتن صابر للاعب عندك في الاكاديميه والمدربين زمايلك والمركز شباب التبين طبعا نبدا بس ببيتي طبعا بمركز شباب التبين ربنا يوفقكم يا رب في مدربين محترمين جدا مدربين على اعلى مستوى الكابتن طبعا مدير المركز الكابتن محمود حداد الكابتن طلعت ابو الفتوح الاستاذه سميره كل ده طبعا كابتن حلمي وكابتن عش وكابتن زياد ربنا يوفقكم يا رب طبعا بقى اللي وصلها النقطه الاخيره للاكاديميه عندي انتوا انا على الهواء يا رجال لازم اهم حاجه في حياه الواحد الصلاه عشان تبدا حياتك صح هتبدا حياتك بالصلاه وربنا يوفقك طبعا عندي لعيبه جامده قوي طبعا كان كله عايز يجي النهارده بس طبعا على حكم البرنامج عندي بيتو عندي محمد مدحت عندي سيف الدين عندي يوسف وليد عندي لعيبه كتيره جدا لعيبه كويسه جدا في الاكاديميه عشان بس ما ننساش حد عندي لعيبه كتيره جدا يبقوا مستحقين يبقوا في مكان كويس طبعا غير علي وغير ايفونا وغير عمر مرسي طبعا لعيبه كتيره جدا وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله حبيبي ربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله يا رب تقدر تحقق حلمك وتوصلهم لهدفهم وحلمهم ان هم يكونوا موجودين في انديه سواء كان الموسم ده او الموسم اللي جاي او الفتره اللي جايه باذن الله شرفتنا ونورتنا يا كابتن صابر كابتن بنورك ربنا يخليك كابتن شرفتنا ونورتنا شباب اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم لمسه ولعبه انتظرونا كل يوم اربع الساعه 6 وحلقه جديده مختلفه من برنامجكم لمسه ولعبة.